كتقول حفصة أبو طاهر عييت، وفاش كتقول حفصة أبو طاهر عييت أنا أغضب. علاش؟ لأنه هادشي اللي كنشوفو اليوم من غير الإحصائيات ومن غير الكلام الذي يقال أمام العدسات وأمام الميكروفونات وعند المنابر الصحفية، هذه هي الحالة الحقيقية الحقوقية للمرأة المغربية، هي هذه اللي حنايا فيها. وحفصة أبو طاهر مثال، فقط مجرد مثال على ما تتعرض له الآلاف من النساء في المغرب اللي كنربيوهم على أساس أنهم خاصهم يسكتوا، وكنربيوهم على اساس انهم كائنات ومخلوقات مستضعفه وخاصهم يبقاو في هذاك الاطار مراعاه الانوثه ديالهم، مراعاه الجنس اللي كينتميو ليه الى اخره. هاد المساله هادي ديال الصمت اللي كنا كبرنا فيها وكنا عرفناها انه حشومه، حشومه تكلمي الى تعرضتي لشي مضايقه في الشارع. علاش؟ و تلما هما يزون انكري هاد المسألة هادي فينا، دخلوها لينا في التفكير ديالنا لدرجة انه ولات المرأة المغربية ولا الشابة المغربية أول حاجة كتبادر لها في التهم ديالها فاش كتعرض للتحرش هي هضرة الناس شنو غادي يقولوا لها قبل كاع ما يقولوها. يعني هي كيقول لها راسها راه غنمشي غادي نقول كذا وكذا وها هو الجواب اللي غادي نلقى. فتقرر البعض من هاد النساء هادو انهم يتكلموا كيقولوا يقدر غادي يكون عندنا واحد الجواب مختلف، يقدر رد فعل المجتمع على التكلم ديالنا ولا على التعبير ديالنا على حقوقنا ولا على الاراء ديالنا غادي ياخذوا بواحد الطريقه اللي هي ما عندها حتى علاقه مع هادشي اللي كنفكروا فيه. فاذا به كتجي مثلا حفصه ابو طاهر كيجيو الضحايا ديال توفيق بو 20 كيتكلموا، اول حاجه كيتعرضوا ليها هو العنف والتعنيف و الاتهام بانهم ادوات. علاش؟ لانه هذوك الاشخاص اللي هما كيتهموهم اشخاص من مواطنين من درجه اولى وهما مواطنات من درجه ثانيه. الوضعيه الحقوقيه للمراه في المغرب وضعيه مزريه للغايه، وهذا الشيء اللي كنحضروا ليه وهذا الشيء اللي كيعانيوا منه الضحايا ولا المشتكية حفصة أبو طاهر، هي واحد الحاجة اللي كيعانيو منها كلهم النساء المغربيات ولا كلهم الضحايا ديال العنف والتعنيف في هذا المجتمع. لأنه حنايا عندنا آليات قانونية، والآليات القانونية والدستور كيقولوا حاجة والعقلية المغربية كتقول حاجة أخرى. العقلية المغربية هي التي تسود وهي التي تحكم. والغريب في الامر وما يغضبني وما يحزنني وما يؤسفني هو انه كنجيو كنلقاو ناس منتمين الى اليسار كيتكلموا لنا على الحقوق وكيبانوا لنا في التلفازه وكيبانوا لنا في المنابر وكيبانوا لنا في الندوات وحضرنا لهم الندوات ديالهم وكنحترمهم وكنقولوا هادو هما الناس اللي كيمثلوا حقوق الانسان في المغرب. فاذا به هاد الناس هادو هما بالضبط اللي كيجيو كيتهجموا على ضحايا ديال العنف والتعنيف وهو هجوم، لان ما تعاني منه حفصه هو رد فعل ولا نتيجه على داكشي اللي كتعرض ليه على وسائل التواصل الاجتماعي. حنايا كمساندين لها على وسائل التواصل الاجتماعي حنا براسنا كنتعرضوا للعنف والتعنيف، فما ادراك ما هي. وهذه المساله هذه انا لا افهمها، لانه هو ملف ككل ملفات عادي جدا، كاينين الالاف منه في المحاكم. فاذا به كياخذ واحد اللون وكياخذ واحد الطبع وكيجيو واحد الناس، لانه حنايا باش جينا حنايا جينا كرد فعل، وهذه الجمعيه هذه تاسست كرد فعل لانه كاين واحد الفعل. الفعل هو انه ناس محترمين سياسيين حقوقيين، ناس مخرجين كتب، ناس مثقفين، نخبه ديال هذا الوطن كتنوض وكتقول لا قضيه ولا ضحيه ولا مشتكيه، هي فقط مسرحيه. فاش كيجيو هاد الناس هادو زعماء ديال الاحزاب السياسيين يقال عنها انها تقدميه ويقال عنهم انهم تقدميون، وكيجيو كيهاجموا هاد الملف هذا اللي فيه واحد بنادمه اللي هي انسانه اللي هي كاينه اليكزيست هكا حيه ترزق، وكيقولوا لها في وجهها انت ما كايناش وانت فقط أداة. علاش؟ لأنه هذا السيد هذا واعر وكيهضر وكيتكلم
وكيقول شي حاجه ما عمر شي حد قالها في الوجود. هذاك الشيء علاش صيفطوك ليه باش تـ باش تـ باش بوغ لو بيجي باش تنصبي ليه الفخ. فلا يراعون لا الحاله النفسيه. وقال لك تقدميين تقدميين اللي هما خاصهم يجلسوا ويفكروا ما يخرجوا الكلمه من فمهم حتى يفكروا فيها. راه ما بقاتش انه تجي تصرف عليا انا في الندوات تقول لي حقوق المراه المغربيه. حقوق المراه المغربيه خاصها تشاف على ارض الواقع. صدمت ودهلت وخاب املي في العديد من الناس اللي كنت كنحترمهم وكنت كاع كنقرا لهم كتبهم وكانوا اصدقاء. تتشوف بانه كيخرجوا بدون معرفه سابقه بالملف وكتقول وهذا ما وقع لي مع واحد السيد بلا ما نذكر سميته. كتقول بانه راه يقدر ما فاهمش فكنصيفط له كنقول له عافاك راه اجي تشوف راه عندنا مثلا واحد اللقاء اجي شوف المشتكيه وديك الساعه تصنت لها وقول لنا واش شنو بان لك واش هذاك الشيء مفبرك. فيرفض حين يرفض بمعنى انه لا يهمه ما باغيش هو كاع يعرف الحقيقه فين كاينه الحقيقه. اللي كيهمه هو انه نرفعوا الشارات ونقولوا فري كل شيء. فري كل شيء على حساب من؟ هذا هو السؤال الذي اطرحه. خرجوا اطلقوا صراحه اطلقوا صراحه. وهذوك هذوك هذوك الضحايا وهذوك المشتكيات كيف ما تنقولوا ما لهمش الله يجيو زعماء احزاب سياسيه وشخصيات بارزه يقام لها ولا يقعد ويجيو يتحالفوا ويتحاماوا ويحقروا على مراه مغربيه. هذا شيء انا لا افهمه شخصيا. ومن بعد خرجوا يترافعوا لي ويقولوا لي الحقوق. عن اي حقوق تتكلمون؟ حنا هنايا كنهضروا على الكولاسه وكنهضروا على اللوبيات الحقوقيه وكنهضروا على المصالح السياسيه والسياسويه. وكنهضروا في بعض الاحيان عند بعض الناس على خدمه اجندات اجنبيه. فاش الوطن والوطن يمر بما يمر به وبنادم الا كان كيفهم وعنده واحد شي شويه ديال الاحساس غير الاحساس غير كيفهم غير كيحشم غادي يقول مع راسو ماشي هذه هي الوقيته فاش نجي ونطلع اللافتات ونقول بانه هذه الدوله مستبده وهذه الدوله تخرق حقوق الانسان. ماشي هذه هي الوقت. فبالعكس من ذلك وعلى العكس من ذلك هذه هي الوقت بالنسبه ليهم. علاش هنا كتبان لنا الانتهازيه ولا الذراع ما شغلهمش هما الوطن شنو كيدوز وشنو هما الظروف اللي كنمروا منها كاملين. وانه خاصنا نكونوا موحدين ومتوحدين هكا ونشكلوا واحد الجبهه وطنيه لمواجهه الافتراءات والمغالطات الاجنبيه. هما كينتهزوا الفرصه كي يقوموا بلي ذراع الدوله وهذا الشيء كامل على حساب مواطنه مغربيه ما 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 سيست الملف ما حاولت انها تنتمي لحزب سياسي كي يدافع عنها ما دارت علاقات مع 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 ناس معينه باش يساندوها. هي مواطنه مغربيه معها المحامين ديالها حسوا بالحيف حسوا بالظلم وخافوا اللي وقع لها داك الشيء اللي وقع للضحايا ديال بوعشرين. وهذا هو اساس خلق هذه الجمعيه واساس التحاقي بها هو اهتمامي حقيقه بالحقوق ديال النساء المغربيات. وراه الحقوق ديال النساء المغربيات راه مازال ما كاينينش. علاش؟ لانه كاينين القوانين وكاينين الاليات وكاين الدستور وكاين التوجه ديال المملكه وكاينين عقليات ذكوريه كنلقاوها يمينا. والمؤسف في الامر هو انه تلقاوها حتى يسار. شكرا جزيلا.